الهواء مباشره لاعبي النادي الاهلي بيتوجهوا الى ملعب المباراه. طبعا ده انتهت المحاضره الفنيه منذ قليل، وكل لاعبي النادي الاهلي خارجين من الاوتيل اللي كانوا مقيمين فيه ورايحين على الاتوبيس علشان يذهبوا الى ملعب المباراه. النهارده محمود متولي متواجد، ايمن اشرف متواجد في القائمه، لسه هنعلن بعد قليل رسميا القائمه اللي تضم 18 لاعب في هذه المباراه. وليد ازارو، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، احمد الشيخ، اليو ديانج اللي بيشهد تطور كبير جدا في مستواه خلال هذه الفتره، النجم الكبير كابتن احمد فتحي، النجم الكبير كابتن حسين الشحات، النجم الكبير كابتن محمد مجدي قفشه، بقيه اللاعبين زي ما حضراتكم شايفين متواجدين او بيتوافدوا على الاتوبيس الخاص بالنادي الاهلي للذهاب الى ملعب المباراه. حسين الشحات، مصطفى شوبير، الكل بيتواجد، سعد سمير، مين اللي هيلعب النهارده؟ هنقول لحضراتكم ان شاء الله بعد قليل من ستكون التشكيله الرئيسيه للنادي الاهلي ومن سيكون بديلا على دكه البدلاء ومين اللي هيبقى بره ال 18 تماما.